سادتي سادتي أنساتي أسعد الله أوقاتكم. Ladies and gentlemen, salute you. Excuse me, because I will make this program in Arabic. In the coming episodes, this is episode number 6. هذا الحلقة سيداتي سادتي هو الحلقة السادسة من مسلسل برنامج تقول حمدة تقول حمدة ربنا. وأنا عرفتكم على حالي، أنا شخص فيزيائي يعني علم الكهرباء والميكانيك والطبيعة، فنان برسم مخترع بصنع وبكتب الشعر وأدب وصاحب نظريات وأيديولوجي. وهلأ بناء على طلب الجمهور، الجمهور لسه عم بقول بتطلع فيه، وطبعا أنا ما بدي أمدح نفسي، نفس الجمهور يعني. أنا مرة وديت هذا الشعر عند واحد أستاذ ضرير اسمه محمد عفاني، وقلت له أنا بدي أسمع الشعر، ما بدي أحكي لك مين أنا، مشان تحكي لي الشعر كويس ولا مش كويس. طبعا أنا رجعت الوزارة لمدة سنتين قبل ما أطبع هذول الخسائر. والأستاذ الضرير بسلامته، أستاذ بصير طبعا، هو الإنسان بيكون عمر بصيرة، لما سمع قال كتير كتير كويس أباك. قلت له أباك ما في أجل أبدا. قلت له هلأ بعرفك على حالي، أنا شخص مش عربي، أنا أرمني، أول أرمني بالتاريخ يكتب الشعر بالعربي ديوان النشبيات. فشو قالوا للناس؟ عجبوا كتير، أنا قلت عند حالي الناس قالوا لي، والكلام تبعهم أنا حولته للشعر زمان. إيش قالوا لي؟ قالوا لي هاتي ما عندك، هاتي من الفنون واللمساتي، وانشد لنا مطربا من الأدب في البلاغة، فأنت الصديق الوفي رغم الأقاويل والشبهات. لم نرى مثلك في التاريخ، لا في الماضي ولا في الآتي، ومهما قلنا وعبرنا لا تكفي وصفكها في كلماتي. يا أيها الإنسان الأجل، نعزك بالروح وبالحياة، وسلام سلام على الذي يمضي قدما رغم الصعاب والعقبات. وإلا بدي أسمعكم الكلام الشعر في المرأة بشكل عام. قلت في المرأة: يا سادة يا كرام، وردة أنت. طبعا بحب أذكركم أنا كاتب الشعر كمان في الملكة كليوباترا، لما قلت فيها في بداية الشعر إيش قلت تتذكروا؟ قادم إليك وإلى المجد الذي بنيته يوما ما زال يتألق في التاريخ من سحر عينيك. وهلأ أنا بدي أكتب أو كتبت تقول حمدة تقول حمدة أبو جارو غريغوري، من حر ما تجمع من 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 تجلي ما جرى كتب وقال: وردة أنت ومن فيك تفوح رياحين الزهور والعبير، وتنعش النسيم العليل في أرجاء المعمورة على أجنعة الأثير، ولأجل عينيك فرشت الأرض بساطها السندوسي الممشوق كالحرير، وانسابت في ثناياها جداول المياه المتلألئة وبصوته الخرير، الجنائن تفتحت ألوانها على شجون ألحان تغاريد العصافير، السماء لك ابتهجت بتراتيل الملائكة وبنعمة العلي القدير. يا حبيبتي فأنت أمل حياتي ودنياي، فالقدر لأجل حبك
رسمني في تاريخ الفني مثل شلالات الغدير. هاي القصيدة أنا نظمتها لما كنت في لوس أنجلوس في يوم المرأة العالمي. وهلا سيداتي وسادتي بدي أسمعكم شعر في الملكة زينوبيا. أنا كاتب شعر في الملوك والملكات. فقلت يا سادة الكرام في الملكة زينوبيا ملكة في البيداء. ملكة في البيداء، غزالة في البيداء. التفتت إلي بمسبة واسمها الريم الفلا، وتجلت بخطوات من حولي وتنهدت وسمت بلهفة من العلا وقالت لي: يا أيها الراهب الباشق بحكمته، لن ننساك أبدا والتاريخ لن يسلى بأن القدر قد جعلك عبرة للناس رغم الأعاصير وأهوال الدجى. بجمود صبرك وعظيم إيمانك الإله بنعمته عليك تجلى، وأخذت الملائكة ترتل لك ترانيم السماوات دون كل أو ملل. ملكة في البيداء من وميض عينيها أضاءت النجوم في السماء وقالت: هللوا وزغرتوا للورد الذي يحمي الحمى ويدفع عنا العار والبلاء، وللفارس الذي يرفع رايات المجد مجد الرب جل وعلا. ملكة في البيداء قد أبدعت في إنجاب الحضارات سلالة ما بعدها السلالة، وقالت: لقد كنا وسنبقى، والأصالة تسمو بنا دائما وأبدا على أجنحة من هلا. ويا هلا بيكو أيها السادة والمستمعين والمشاهدين. نظمت هذه القصيدة لذكرى الملكة زينوبيا اللي قالت في فرق بين قوة الحضارة وحضارة القوة. سادتي عن سادري، مرة أخرى نحبكم ومنردد الكلام اللي هي إن الأنوثة التي في أطرافها عطر أحييننا ثم لم يصرعن أحياءنا، يخترقن ذا المحيا حتى لا حرك بي، وهن أنعم خلق الله بشرة يا ليل. وإن الأنوثة التي في أطرافها عطر أسكرننا ثم لم يحيينا سكرانا، قد ملأنا الكأس حتى للمفر لا حيلة، وهن أطيب الخمر عرفه ويعرفه الرجال في مجالس الشعر والمعاشرة يا ليل. الله أكبر. هذا هو الحلقة السادسة. طبعا بالحلقات الجاية كمان راح نسمعكم كلام برضو راح تنبسطوا. مع الأسف الشديد في ناس كتير غيورين، ليش لا مش عارف، هاي أنا كبرت خطيرت. قال إيش؟ قال بعد ما أنا أموت بأربعين سنة قال بدو ينشر القصائد. شوف الزمن شو جاب، طور الحضارة على الديسكات على السيديات. أنا بحط مش بس بستكفي من اليوتيوب، لا وزع على ناس كتير. وأصلا هذا الكتاب السيدي تبعه انطبع بأستراليا بأمريكا قبل ما يجي لهم.
والسلام عليكم.